يقول السائل: هل يجوز وضع شيء للسجود عليه؟ إذا كان المكان حارا أو فيه شوك أو فيه حصى ويضع وقاية يسجد عليها من أجل أن يطمئن في السجود لا بأس، أما إذا كان المكان مناسب وليس فيه ما يؤذيه فكونه يسجد على الأرض أو على المصلى أفضل له من وضع شيء